هذا جليبيب عبد قصير اسود افطس دميم قبيح فقير رث الثياب يشرب بكفيه من المياه الجارية او يقترف من الابار يأكل كسرات خبز ان وجد فان لم يجد يطوي صائما ينام وفراشه الارض ولحافه السماء وليس له من مخد الا نعليه في فناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يمر يوما والنبي عليه الصلاة والسلام جالس بين اصحابه ينظر الى هذا الرجل جليبيب بهذه الحالة قال اتعرفون من هذا واذا باغلب الصحابة لا يعرفون اسمه لا يعرفون اسمه ان حضر لم يعرف ومن الذي يحفظ اسم رجل كهذا قال انه جليبيب ثم نادى به يا جليبيب الا تتزوج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يزوج جليبيبا في الدنيا ولا مال ولا جاه يعرف ان الناس ما زالوا يحكمون بهذه المقاييس انه ينتظر زواج الاخرة قال ومن يزوج جليبيبا في الدنيا ولا مال ولا جاه تركه النبي عليه الصلاة والسلام وفي اليوم الثاني ناداه وهو يمر يا جليبيب الا تتزوج قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يزوج جليبيبا ولا مال ولا جاه في اليوم الثالث قال يا جليبيب الا تتزوج فالتفت مستغرب من نداء النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يزوج جليبيبا ولا مال ولا جاه قال يا جليبيب اذهب الى بيت فلان الانصاري واخطب ابنته وقل ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لكم زوجوني ابنتكم وكانت الفتاة من اجمل نساء الانصار من اجمل فتيات دور الانصار فذهب جليبيب وطرق الباب ارسله النبي عليه الصلاة والسلام قال يسلم عليكم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول زوجوني ابنتكم فقال الاب يا جليبيب لا مال ولا جاه كيف نزوجك وصاحت الام لزوجها ايزوج جليبيب وهو على هذه الحال ولا مال ولا جاه وابنتنا في موقعها وموضعها التي هي فيه تسمع الفتاة المؤمنة فتصرخ بوالديها من الداخل كيف هذا او تردان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني اجزت زواجي واني قبلت به زوجة قالوا يا ابنتاه انظريه انظري شكله انظري هندامه انظري ثوبه لا مال ولا جاه قالت والله لا ارد خاطبا ارسله النبي عليه الصلاة والسلام ويحضر لعرسه تلك الليلة وبينما مراسيم الزفاف على بساطتها تعقد اذ بمنادي الجهاد يصرخ في الخارج يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي واذا بجليبيب رضي الله تعالى عنه يترك عروسه في زينتها في حلتها في ارق واعذب واجمل لحظة وصال ما بين رجل وامرأة ليلة الزفاف واذا به يسحب يده وكأن عقربا لبغت وينطلق كالسهم من الرمية ويلتحق بصفوف الجيش نحو الغزوة ويقاتل مع الذين يقاتلون وتنجلي المعركة ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويتفقد اصحابه من الشهداء فيعدد الصحابة كل الناس الا جليبيبا لا يذكره احد قال الا تفقدون حبيبا قالوا من قال افقد حبيبي جليبيب ويبحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيجده وقد تلوث بالدم واصيب بجراحات بليغة وصار وجهه من طين الارض وترابها فينفض عن وجهه ويضع رأسه على فخذه الشريف قال جليبيب قتلت سبعا من الكفار ثم قتل انت مني وانا منك انت مني وانا منك انت مني وانا منك ثم اشاح برأسه صلى الله عليه وسلم يمينا قال اتدرون لما اشحت بوجهي قالوا لما يا رسول الله قال والله رأيت زوجاته من الحور العين يتسابقن الى احتضانه
يتسابقن الى احتضانه، واعرفه رجلا غيورا، فاشحت بوجهي حتى لا يغار. جليبيب لا مال ولا جاه، ونحن بكل جاهنا، بكل مالنا، بكل حللنا، بكل ما لنا، ماذا فعلنا؟ يا ايها الحبيب، ثمنك وقيمتك حبك لربك، اتباعك لنبيك، تعلقك بدينك، خدمتك لرسالتك. لا تزدري نفسك، لا تزدري نفسك، وكن جليبيب وقتك. فما احوج الدين الى امثال جليبيب، ما احوج الاسلام الى امثال جليبيب، الى اولئك الذين يتحركون غمارا اغمارا. ان حضروا لم يعرفوا، وان غابوا لم يفتقدوا، ولكن اذا نادى المنادي يا خيل الله اركبي، كانوا في الطليعة. ومنذ اعوام وعقود تنادي الرسالة بكل جراحها، تنادي المقدس، تنادي الاقصى، تنادي دماؤنا واعراضنا يا خيل الله. ولكن لا خيل لله تركب، لا خيل لله تركب، لا خيل لله تركب. إلهي خذنا إليك، إلهي خذنا إليك، إلهي خذنا إليك، وما عدنا نريد هذه الدار.